مش استاذ جنح. مصطفى كامل، استاذ مصطفى يعني سيبناك تسمع جزءا من الحوار، يعني هنا مش عايز بقى اللبس اللي حصل الاولاني انت وضحته، لكن موقفك من حمزه نمره هل يمكن ان نحاكمه سياسيا بعد ما نسمع الاغاني دي؟ فالبعض يقول لا احنا في مرحله وطنيه وما ينفعش حد يغني من اجل فصيل ارهابي مسلح، ولا البعض هيقول لك لا دي اغاني يمكن انت انها تسقط عليها المعنى، تسقطها على كل ما يتعلق بالحريه وبالاستبداد، ومن حقه انه يناقش ده في اغانيه. اولا السلام عليكم استاذ وائل، وتحياتي للاستاذ طارق الشناوي اخويا صديقي، وتحياتي للاستاذ علي الشريعي، وتحياتي لزميلي الاستاذ خالد بيومي. معلش الاول مره في حياتي بعمل معاك مداخله واقول لك اديني مساحتي من الوقت لو سمحت. طيب بص يا استاذ وائل، اولا الموضوع ده موضوع شائك جدا. انا النهارده يمكن انا مع الاستاذ سامي عبد الراضي، انا رفضت الطلوع النهارده لان انا مش مؤمن حتى باللي حاصل دلوقتي خالص. ايه بقى؟ خليني ابدا معاك كلامي. اولا وانت عارف عن ده، لا حياد بين وطن وبين من يختصم بالقول او الفعل او العمل. ده مصطفى كامل. انت اكتر حد تعرف ان انا من مصلحتي بقاء وضعنا على ما هو عليه، واي حد يضر بيه انا اقطع رقبته كشخص عادي، كشخص عادي او كمواطن مصري. ولكن كاداري انا لست محاميا لحمزه نمر او لغيره، لكن انا محامي لمبادئي. انا النهارده راجل ادير وادير مع زملائي اعضاء مجلس الاداره، والاداره مش مجرد كده حاجات، يعني مش مجرد قرارات. انا دايما اقول لما نيجي ناخد قرار لابد ان احنا ندرس ما يترتب عليه من اثار. هتبقى اثار تضر نقابتي اللي هي اكبر مني، ويعني واكبر من اللي جابوني كمان. النهارده ما ينفعش ابدا ان انا اسك النقابه في اي قصص مش مظبوطه او تضر الكيان اعرق مني ومن اي حد فينا من اللي قاعدين، زملائي اللي قاعدين او اللي هيجوا حتى. انا عايز اقول ان كان الاولى باختصار حمزه نمره قضائيا، لو احنا بنتكلم على انه راجل اخطا او كلماته فيها اساءه، هي الاداره العامه للرقابه على المصنفات الفنيه برئاسه الدكتور الصديق الجميل الاستاذ عبد الستار فتحي، هي دي الجهه اللي لها حق الضبطيه القضائيه، لان هي اللي بتصرح وبتجيز الكلمات. وبعد ما احنا اي حد بيجي يعمل عندنا حفله من النقابه بيصرح وبيروى على الذهاب للاداره العامه للرقابه على المصنفات عشان تديله تصريح حفله. ده لازم، دي اجراءات. واذا كان اجنبي لابد بعد المصنفات الفنيه انه يروح وزاره القوى العامله عشان يستخرج تصريح بيه. المفروض ان الاداره العامه لو دخلت لحمزه نمره حفله ووجدت ان اغانيه غير مصرح بيها واغانيه تضر بالوضع القائم عليه بلادنا، ان هي بتحرك ناس وبتبتدي تضبطه قضائيا في اي حفله وبتحوله للتحقيق، لان هي المنوط بيها. احنا ما عندناش ضبطيه قضائيه داخل النقابة. انا بس حتى اللي انت بتقوله ده يا استاذ مصطفى مش مخيف؟ يعني حتى فكره بهدله اي فنان امام المحاكم واضبطه قضائيا ونزله بقى من على المسرح وحط الكلبشات في ايده. انا قلت في كلامي، خلي بالك انا بكلمك مصطفى كامل الشاعر، انا راجل يعني اعي كلام، يعني قلت لك فرضا وجدا لو قلنا ان الراجل ده مخطئ في كلماته، انا اصلا مش ديها عليه. انا نفسي كمصطفى كامل اللي النهارده عضو من اعضاء مجلس اداره نقابه المياه الموسيقيه، لما باجي اعمل اغنيه ببعتها للمصنفات، واذا النقاب اذا المصنفات الفنيه علمتني على شطر كده قالت لي ده فيها ازدراء اديان، دي فيها اخلال بالاداب العامه بتاع، انا بلتزم. رغم ان الدكتور عبد الستار فتحي ده اخويا وصديقي وصاحبنا وراجل زميلنا، ولكن انا ملتزم باجراءات بتحكم الدوله. انا شفت حاجه في موضوع حمزه نمره. اولا انا ظلمت في الموضوع ده ظلم مبين، وانا اعتب على اعلامنا واعتب على الزملاء الصحفيين اللي انا بثق فيهم. انا مره واحده فوجئت بالقرار ده طلع وانت اوضحت ده قبل كده، انا مش عايز اعيد ما اوضحته يعني. معلش ما انا يهمني برضه عشان المشاهد، ما خلي بالك احنا عندنا مصيبه دلوقتي في بلدنا، ان احنا شعبنا في فئات كتيره، في ناس بسيطه هترفض طبعا، يعني بيقولوا علي هتقتنع بيه، فئات كتيره من الناس البسيطه اللي بتحب جيشها وبتحب بلادها وبتحب قضائها، وانا منهم. انا مصطفى كامل اللي مداخلاتي عندك وكلامي عندك على البرامج واغانيه، وراجل يعني مستهدف زيك وزي اي يعني حد بيدعم الافكار السياسيه في بلدي. ولكن انا جيت في وقت من الاوقات قلت ليه زوجه باسمي في قرار انا بريء منه، واتشتمت شتيمه انا يعز عليا وعلى بيتي، لان انا راجل علي قاعد جنبك وخالد جنبك، واعتقد ان كل زملائي. اصل هنا توقيعك موجود عليه. لا 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 ده عنه. لا ده مش توقيعي يا استاذ،
ده مش توقيع. عنه هي الفورمه عنه استاذ منصور هندي عنه. طب عنه في حد هيوقع عنك بدون ما يستاذنك؟ ده حصل فعلا، انا مش بكذب، انا على الهوا دلوقتي واللي بكذب. طب ما خلاص بقى كانك وقعت يا استاذ مصطفى. ازاي يا ريس؟ انا ما اعرفش. طب انت عاقبت يعني انت ليه عنه؟ هل عاقب اللي عمل ده؟ ما ده عمل خطأ. هيعاقبه ليه اللي عمل ده؟ يعني دلوقتي لو طلع واحد عامل ورقه وموقع كده انه جماعه الاخوان فصيل سياسي وليست جماعه ارهابيه، وقام واخد توقيعي عن اقوم انا وقال عن وائل اقوم انا يعني. طب انت بتقول عنه استاذنك، بتقول استاذني. ما احنا في لا والله خالص، انا فعلا لم يستاذنه. لم يستاذنك ده تزوير توقيع. لا اي عضو مجلس من حقه يمضي عن اي حد طالما موجود. يعني ايه من حقه يمضي؟ لا عادي، يعني انا امضي عن النقيب ومش عارف ده موقف النقيب ولا لا. مش موجود واحنا عايزين تصريح نعمل ايه؟ اساله. كان مسافر بره ساعتها بره، ما اعرفش. اول مره اشوف انه يوقع عن نقيب عن اي حد بدون ما تاخد موقفه ورايه. عادي بس كان هو نفسه قال غلط. النقيب قال غلط. هو غلط ان هم ما قالولوش. استاذ مصطفى اتفضل، اصل انا الحقيقه ما سمعتش. معلش انا بطلب منك. اذا تم التوقيع مكانك يبقى انت موافق على ده. خلينا نتكلم دكتور. انا هحكي لك دكتور، حتى ان كان القرار قرار خاطئ وقرار اصدرت عفويه، هو طبعا علي الشريعي كعضو جمعيه عموميه وقرار المفتش في نقابه المياه المصريه، الراجل اللي هو ارتقى للارتقاء ومن حقه ان يتقدم بشكوته عادي جدا. ولكن اللي مش من حق السابق زملاء اعضاء المجلس اللي هو السكرتير العام الاستاذ احمد رمضان زميلي والاستاذ منصور هندي زملائي، ان احنا واخدين قرار بعد 3 سنين ونص يا استاذ وائل، وده شكل ادارتي. ويمكن خالد بيكذبني في الكلام ده. انا دايما اقول احنا قروب عمل واحد. النقابه هي عمل خدمي. النقابه مش جهه نيابه ولا جهه مباحث. لما مصطفى كامل النهارده يبقى عايز يشطب سين من الناس، اي مطرب من المطربين يصحى الصبح يشطبه، لا ده كلام مش مظبوط. يبقى احنا نقعد في بيوتنا احسن. طيب خليني بقى في القضيه، انت وضحت موقفك في القضيه بقى في سياقها العام. اول تحفظاتي بقى عليها كان على القرار. اولا ما حدش كبير على الشطب، ما خلينا نتكلم ان النقابات معموله عشان هي النقابات معموله للردع وللشطب وللتوجيه وللانذار وللتحذير ويعني ما هي مش حضرتك عضو نقابه الصحفيين، لما بيلاقوا حاجه غلط المفروض بيستدعوا حضرتك، يعني ما فيش حد كبير على الشطب. ولكن اجراءاتك القانونيه المتبعه، اولا اسمي مش موجود، انا ما مضيتش على حاجه، فاتهمت في الجرايد كلها والوحيد اللي اتشتم انا، واتقال عن نقابتي كلمه انا ما احبش تتقال. طيب خلاص وضحنا ده يا استاذ مصطفى، لكن هل ما النجية ونقابه مش عارف ايه، انا شفت من باب يعني من باب حسن الاداره لما تكون ناس بنودير دلوقتي وبنودير نقابه زي ما بقول الثاني نقابه عريقه وكبيره، ان احنا لازم تبعات اي قرار او تاثيراته نبقى دارسينها شويه. انا شفت ان قرار شاب حمزه نمره بالشكل ده واللي تناولته التداول الاعلام بالشكل الفج اللي حصل ده، وما ترتب عليه بقى من القنوات اللي بلغ فيها اللي قعد يقول لك الامناجي الانقلابي اللي مش عارف عبيد القياده اللي بياخدوا الاوامر بصوت، شفت ان ده قرار يضر القياده السياسيه اللي انا من اشد الداعمين ليها. وانا بعلنها على الملأ وقلتها مره واثنين وثلاثه وهفضل بقولها لغايه اخر يوم، شفت ان بيضر من خطي. احنا كنا نجتمع. طيب خلينا ندخل، اذا يعني انت هنا يعني انتوا يعني انت بتتعامل مع حمزه نمره، يعني حتى وانت بتقوله انا مش موافق، بس انت بتتعامل معاه على انه هذه الاغاني طيب تخدم جماعه الاخوان، وهي اغاني موجهه ضد ثوره 30/6 وضد السلطه الوطنيه الحاليه، وبالتالي انت يعني عندك موقف منه، ولكن بتقول مش مع الشط مش مع الوقف يعني والايقاف يعني. اتفضل. بص يا استاذ وائل، انا احد الحالمين كمواطن مصري ان انا اصحى بكره الصبح الاقي بلدي كلها مستحاله تصالح تاني مع بعضها وماشيين زي ما كنا في الاول، والدنيا تسير وعجله الانتاج لما يكون عندي راس الدوله والمتمثله في سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، راجل بينادي بالبناء والتنميه وبالحسنى، وراجل ما بيغلطش حتى في بيغلطوا فيه، راجل بيحتوي الشباب دلوقتي. انت كده كده خلينا نتكلم، الشباب كلهم عندهم حاله من الاحباط الى الان، ما زالت من ايام النظام السابق والى الان ان الشباب محبط، وانا عندي اخواتي شباب. النهارده احنا دورنا ودور اي حد عاقل في اي اداره او نقابه او مؤسسه ان الشاب القابل انك تناقشه وتجيبه حتى لو اخطا، لو فرضنا انه اخطا. تعالى بقى انت عايز توديني حته الكلام ده، انا كمصطفى كان مش شاعر بقول لك
يبقى احنا خلاص يلا نوقف بقى الاستاذ محمد منير لما قال ازاي تقيل حبيبتي اسمعش اسمي كنتي عماله تزيد في حرتي. يلا نجيب بقى الاستاذ علي الحجار لما قال لك لم الشمل بلاش تفكيكه. يبقى احنا بقى في حد دلوقتي بيفكك في بلدنا. لما الاستاذ علي الحجار قال لك يا طالع الشجره هات لي معاك بكره، يبقى يلا ندفع ريحه بعض. لو احنا هنفسر كل الكلمات بالشكل ده وهتبقى الحكايه شكلها كده، ده شكل مش مظبوط. لكن انا عندي حاجه، تعالى بقى للشق الثاني من حمزه نمره. انا كان في ايدي وفي ايدي قراري المقنع وقراري الفريق للفنانين. انا مش النقيب اللي جيب الصدفه ولا وكيل النقابه اللي جيب الصدفه ولا عضو مجلس اداره جيب الصدفه ولا راجل شاعر وملحن. وكل زملائي وابناء جيلي كلهم اخواتي واصحابي، والاستاذ طارق الشناوي يعلم الكلام ده، وعلي وخالد يعلموا الكلام ده. انا اعرف لما يكون شاب زي ده، اولا انا ما عنديش بيان بتواريخ انتاج الاغاني دي، ممكن تكون الاغاني دي قديمه. وانت عارف في هوجه ثوره 25 يناير كل اللي كان عايز يعمل حاجه كان بيعملها، كله عايش في دور ماسك العالم وعمال يجري بيه في الشارع. يعني احنا عايزين كل اغانينا تبقى ثوره 25 يناير ماتوا في احداث يناير واللي وقع على الارض عشان نزل على ظهره. مش لازم تبقى الحكايه كانت بالسفاحه دي. واحد قدم الفن اللي عنده وهو الراجل لقى نفسه في شكل الاغاني اللي بيعملها دي. انا مش عايز جمهور حمزه نمره يزعل مني، انا اسف جدا في اللي بقوله ده، مش تقليل منه والله، اقسم بالله انا عمري ما سمعت اغنيه حمزه نمره، يعني مش من المتابعين لي. سميها زي ما تسميها، لكن انا فعلا مش متابع للراجل. لما بسمع صوته صوت حي دلوقتي طبعا غصب عني، يعني كراجل صانع اقدر اقول لك صوت جيد. فايام الثوره قدم له من الوان الفن. انا ما اعرفش تواريخ انتاجه للاغاني دي، علي بيقول لك ان هي في 2014، اقسم بالله لا سمعته في 2014 ولا اقسم بالله سمعته في 2010 ولا في 2011 في عز الثوره. اما لو انا حسيت وشعرت كراجل خايف على بلدي وخايف على قيادتي السياسيه وبتمنى لبلد السير للامام، وشاب زي ده انا لقيته حتى او حسيت انه اخطا، انا دوري كدور اداره تربويه اولا وعمل خدمي تطوعي في النقابه العامه، ان انا ممكن اكيد حاسس ان انا اقول له تعالى من فضلك الحاجات دي بتسيء لبلدنا، خد بقى الادهى والامر واللي انا هعلنه للمشاهدين ان حمزه نمره عن طريق احد الاشخاص الزملاء بينا كلمني الراجل، قلت له حمزه انت بتطلع فعلا تشتم في الجيش؟ قال لي اقسم بالله يا استاذ عمري ما حصل، اقسم بيمين الله انا عمري ما قلت له انت فعلا بتشتم في قضاء بلدنا وبتشتم في شرطه بلدك؟ قال لي اقسم بالله هات لي برنامج واحد او هات لي منصه انا طلعت عليها او شاركت في اي حاجه من دي، اقسم بيمين الله انا محصل من دي. قلت له انا هصدقك، ابتديت من هنا اتعامل مع شاب زي اخويا ممكن يكون له انتفاضه الشباب وعنده روح وعنده وازع ان هو عايز يحسن بلده باغاني قديمه او حتى لو مستقبليه، انا دوري برضه ان انا اجيبه واقول له طب بلاش ده، يعني كصديق مش هقدر، انا ما عنديش في النقابه ما يرسلني ان انا اشتغل حمزه الا اذا جالي حكم محكمه بيعد ان حمزه احنا صنفنا مش القضاء جماعه الاخوان جماعه ارهابيه، هات لي من فضلك حكم قضائي يقول لي ان ده راجل ينتمي الى الجماعه الارهابيه وراجل ارهابي، طبعا هشطب ورقه كله، انا بقولها لك على الهوى. لكن انا مش جهه نيابه ولا جهه قضاء. النهارده لما يجيني شاب زي ده ابتدي اعدل من سلوكياته واعدل من افكاره ونبتدي نرتب اوضاعنا ونقنعه بقيمه بلدنا. طب انت استاذ علي بس عايز يعقب على، طب في سؤال استاذ مصطفى، هل صحيح ان الدكتور محمد البلتاجي قال لك مره انه حمزه نمره ده ابن الاخوان؟ لا 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 ما حصلش زي دلوقتي، ما اللي حصل برضو علي يعني ايه؟ مش عايزين نبص يا لا ما انا بقول لك اللي بينسب علشان تنفيه او تاكده بس. هو لسه ما قلت حاجه. يوم من الايام انا راجل مصر ومصمم ان طالما قدرت مكان مسؤول عنه امام الله على الوف الفنانين اللي ممكن يكون منهم اعلى مني قيمه، ان انا احسن ادارتي، وده اللي مخليني محبوب في وسط زملائي، حتى زملائي اللي قاعدين معايا مهما تحفظت على الشكل اللي علي بيديره دلوقتي، ولغايه امبارح قلت له الكلام ده. طب تعالى هقول لك على حاجه انا قلتها لعلي امبارح، انا قلت له في فريق تاني بيتذاع على القنوات الاخوان اسمه فريق كايروكي. انا بقى شفتها بعينيا لما ابتديت ابص كايرو ايه؟ الكلام ده كايروكي 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 شغال قد حمزه نمره 300 مره، كل يوم بتطلع له تصاريح حفلات من عنده. ليه يا علي؟ قلت له امبارح، قلت له ليه؟ لو انت راجل فعلا بتحارب هذا الشخص. طب بتطلع له تصاريح ليه لما هو شايفهم ان هم مخالفين؟ طب هو الاستاذ علي بيقول لك بتطلع لهم تصاريح ليه لما انت شايفهم وقفهم؟ انا ما شفتش، ما انا بقول لك انا ابتديت اتابع، انت مش مصدقني. انا فعلا يا استاذ وائل انا عندي شغلي وعندي ظروفي وعندي النقابه، انا فعلا ما اتفرجتش على الحاجات دي غير لما ابتديت اقول طب ما انا عايز ابص، انا عايز اشوف ايه اللي بيحصل ده، ولما نشوف ايه اللي بيحصل ده مش هكذب عليك برضه مش هاخد قرار فردي للسبب. انا وكيل اتحاد النقابات الفنيه الثلاث، اتحاد النقابات الفنيه برئاسه الموسيقار هاني مهنا الى ان يحل الله ازمته.
ودلوقتي طيب. موجود الاستاذ سامح السريتي قائم بلا معاش انا اسف معلش عشان ما احنا اصل احنا عايشين في زمن القص والذي دلوقتي واي حد يبص لك كلمه يقول لك قص مع قص ضد انا لا مع ولا ضد انا احافظ فقط واحامي لمبادئي. النهارده في اتحاد نقابات فنيه نجتمع كاتحاد ونصدر ما بعت لحمزه نمره ما جاش ليه الى كذا وكذا وكذا. طب هو بيقول لك لما لا استاذ علي بيقول لك لما بعت لحمزه نمره ما جاش ليه؟ ما انا مش كده بقول لك بقى ما تقطعش معايا لان الموضوع ليه كذا شيخ. انا من فضلك ينزل لي او سامي لو سمحت نزل لي صوره الرساله اللي بعتها لي حمزه نمره. دخل زميل اعلامي مش عارف اقول اسمه ولا ما اقولش عشان ما ابقاش يعني بضر الراجل مش عارف استاذنكم الاول اقول اسمه. ما تقول ايه المشكله وانت كلمني الاستاذ الزميل الاستاذ عمرو الدفي كلمني في مكالمه زيه زي اي صحفي بيكلمني وزي ما الدنيا هاجس في كده عادي. الاستاذ مصطفى كرار حمزه نمره قلت له والله دي مش مندتي وانا هجتمع بمجلسي وان شاء الله نصحح الخطا. وقال لي طب انا قلت له من فضلك خليه يكلمني خلاه يكلمني. بعدها اجتمعنا بمجلس الاداره وابتديت اشرح لهم كل اللي انا قلته لك ده ان احنا مش عايزين نضر البلد. النهارده انت موضوع حمزه نمره انا اسف في الكلمه حمزه مطرب زي الفل بس خلي بالك شعبيه حمزه زادت يعني اللي بيعملوا عليه ده شعبيه حمزه دلوقتي زادت. انت النهارده وائل الابراشي انت النهارده اكبر نسبه مشاهده لما النهارده نشوف الاغاني اللي انت دخلك واحد بسيط جدا من فئه الناس البسيطه قال لك انا ما كنتش بسمعه بس سمعت. انت خلي بالك هو ده بقى بقول لك تبعات القرار. اما جينا نتكلم قلت له الرساله اللي بعتها لك حمزه اللي هو يعلم الله وحياه اولادي اني راكض في السرير ومريض جدا وللاسف يعني سهل يتحول لنزلة شعبية حادة لو خرجت وأبلغت كل وسائل الإعلام بمرضي اللي منعني من مغادرة بيتي وكما وعدتك أنا هأرد غيبة النقابة وغيبتك وهحرص أن كلامي يصل لكل وسائل الإعلام. وفي المؤتمر الصحفي اتكلمت فيه ورديت غيبتكم جميعا والله على ما أقول قول شهيد. المؤتمر الصحفي ده اللي هو لما اعتذر ان هو يجي انا جبته على معلش يا خالد اديني فرصتي يا جماعه عشان انا مش على الهوا معاكم فبعد طب اتفضل يا استاذ مصطفى عشان بس ادخل في الفرص كلها اصل انا كده ده يعني مش يعني الجانب النقابي خلاص ما بقاش ايه من الناس قوي يعني انت دفعت انما معلش بس انا يهمني كمان الجانب الشخصي عندي لان احنا بقول لك احنا في زمن بقينا بنستقطع من كلمات كل واحد ونقول ده قال اصل ده مع اصل حمل وائل الابراشي اصل ضد وائل الابراشي. انا برفض السياق ده عموما. اما جينا قلنا تعالى بكره يا حمزه اتفضل النقابه وتعالى قدم قول للنقابه ومش هكذب عليك عشان نكون دغري وده اللي انا قلته للاستاذ عمرو الليثي الراجل كان واقف معايا قلت له هيجي يتطور جنب العالم على جنب مكتبي على مصر والنقابه اللي اتشتمت واتهانت وقالوا نقابه امنجيه وانا مش مهم اعتذار ليا انا المهم اعتذر للاستاذ ما عشان ما يتصورش مع العالم اكبر من حجمي. رحت ثاني يوم لانه كان قايل لي برضه كلام ومهاترات انا ما احبش اقولها. يوم من الايام راح المحامي بتاعه مد ايده عليه وقلت له انا رغم بس انا هجي لك ما حدش هعترضك وفعلا الزملاء رحت لقيتهم موجودين. انت برضه عارف عني ان انا عصبي شويه ما بيهاش انا انت عملت كتير عادي وقلت لا طب انا تحملت على مسؤوليتي ان الكارنيه ويطلع عشان نقول للاعلام كله ونقول للقنوات المغرضه اللي عايزه توقع بينا وعايز تاجج فتنه بينا ان ادي كارنيه الراجل احنا مش ضد حد يعني ادي كارنيه ومن فضلك وهبتدي اقول لك زي ما بكلمك كده بالبلدي انا اسف في اللفظ يعني اقول له انت ابننا وابن النقابة وابن مصر واحنا ابن بلدنا نعرف نتناقش مع بعض وانا عندي وسائل اقناع المقنعه عشان هو اقر ان هو راجل عمره طيب استاذ مصطفى سؤال اخير من سؤال اخير من الاستاذ علي اتفضل استاذ مصطفى احنا عايزين نشوف سعادتك بس انت القرار اللي هتاخده ايه الجديد بالنسبه لحمزه هتوقفه مش هاخد قرار ولا هتسيبه يشتغل عادي مدير انفذ القانون يا علي القانون اللي انت سعادتك بعت له وما جاش في الحاله دي انا ملتزم بقوانين انا بوجه انت بتوجه لكم استاذ مصطفى بتوجه لك بالشكر